بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناتكم، قناة أخوكم أشرف القاضي. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن جهاز ستار نت فابريكا الجديد. الجهاز طبعا هو فابريكا بجد، جهاز من حيث التصميم، من حيث الشكل، من حيث الأداء، من حيث السوفت وير والهارد وير. أنا بشوفه جهاز فيه يعني ملم جدا بالإمكانيات المطلوبة في السوق المصري حاليا وللمشاهد العربي بصفة عامة. جهاز ستار نت فابريكا هو يعتبر باكورة إنتاج شركة ستار نت حاليا في أول غزو ليها لسوق أو لمنصات الفوريفر. منصات الفوريفر لأول مرة على أجهزة ستار نت، مع كمان اشتراك عجيب وغريب شوية ما شفناهوش قبل كده. سيرفر الفوريفر يا جماعة كان دايما متفرد بنفسه على الأجهزة. من الصعب جدا أو من النادر إنك تلاقي سيرفر الفوريفر بالنسبة للشيرنج موجود على جهاز ومعاه أي سيرفر تاني شيرنج تاني، مفيش، صعب. لا، هنا النهاردة بقى معانا في الستار نت فابريكا حاليا عندك الجوسات وعندك الفوريفر، الاتنين جنبا إلى جنب مكملين لبعض على جهاز ستار نت فابريكا الجديد. طبعا الجهاز بسم الله ما شاء الله الفينش بتاعه فينش عالي، حاجه استيراد مميز جدا، وفي نفس الوقت تقفيل الكرتونه حتى في حد ذاته شغل عالي، انا شايفه شغل محترم جدا. ستار نت فابريكا معالج جي اكس، واول اجهزه معالج جي اكس في شركه ستار نت. معالج جي اكس رقم 6605، وطبعا المعالج ده معروف في السوق المصري من فترة كبيرة، من المعالجات القوية جدا والمعالجات سهلة الاستخدام، وفي نفس الوقت سهولة الاستخدام مع السوفت وير، بتلاقي سوفت وير سهل جدا وسلس مع أداء، كمان أداء كويس جدا مع المنصات خصوصا الشيرنج، لأن كان معروف دايما إن أجهزة الجي إكس فيها مشاكل دائمة في منصات الأي بي تي في أو منصات المشاهدة عبر الإنترنت. إحنا هنا حلينا الليلة ديت، بقى عندك سيرفرات صف أول مع سيرفرات شيرنج صف أول في نفس الوقت، بقى عندك منصات المشاهدة مع منصات المشاهدة الفضائية جنبا إلى جنب، كله ما شاء الله يعتبر صف أول حاليا. تخيل يبقى عندك شيرنج، جوسات، وفوريفر، وعندك كمان منصات اي بي تي في، نوفا، واكس اي بي، وعندك كمان سيرفر البالانس، وكمان عندك سيرفر ابولو لمدة 12 شهر، سنة كاملة، لان دايما سيرفر ابولو مرتبط بسيرفر الفوريفر في الاجهزة، بس كان دايما بينزل على اجهزة جي اكس 6605 شهر كتير قوي. لا، احنا هنا عندنا لمدة 12 شهر، وكمان عندنا الفوريفر هنا لمدة 12 شهر، وكمان عندنا الجوسات على الجهاز بتاعنا لمدة سنتين 24 شهر. طيب بالنسبة للجهاز بتاعنا، المنصات زي ما قلنا، منصات المشاهدة او منصات الاي بي تي في على الجهاز بسم الله ما شاء الله عندك اربع منصات اساسية. عندك نوفا سنتين، ونوفا بلس الاصلي الماستر طبعا نمرة واحد في مصر والوطن العربي، وكمان عندك بالانس لمدة سنة، وعندك سيرفر اكس لمدة سنة، وعندك سيرفر ابولو لمدة سنة. كمان الجهاز عليه دعم مميز جدا للصوتيات، التايم شيفت بتاعنا على الجهاز قوي جدا، وفي نفس الوقت بيدعم ثلاث مصادر صوتية أساسية. عندك نوفا مفتوح المدة صوتياته ومدى الحياة على جهازنا، مفتوح المدة مدى الحياة. وتخيل لو أنت مش مفعل أصلا على الجهاز النهاردة الفابريكا، مش مفعل أصلا سيرفر نوفا، مش فاتحه، وبتخش على الصوتيات بتلاقي صوتيات نوفا شغاله على الشيرنج بتاعك، صوتيات التعليق العربي على الاقمار الاجنبيه من غير ما تفعل نوفا، شغاله وعلى مسؤوليه اشرف القاضي. فطبعا انا فوجئت بالموضوع ده. وكمان عندك صوتيات الفوريفر شغاله بدقه مميزه جدا، وكمان عندنا الصوتيات اللي احنا عارفينها وحافظينها، صوتيات الجوسات اللي شغاله دايما معانا بصوره مميزه جدا، مرتبطه بسيرفر الجوسات اللي يعتبر السيرفر القوي اللي بشوفه يعني بالنسبة للترجمة شغال، بالنسبة للصوتيات شغال، بالنسبة للقنوات الفضائية شغال، بسم الله ما شاء الله. عندنا سيرفرين قويين جدا لأول مرة مع بعض، ما بقاش عندك مشكلة إنك تجيب جهاز عليه فوريفر حاليا وفي نفس الوقت تشيل هم لما أجي أجدده هجدده ب 700 جنيه. لا، ده أنت عندك بقى في جوسات معاك لمدة 24 شهر، سنتين كمان غير الفوريفر،
وكمان تجديده بيكون اقل بكتير جدا من الفوريفر. طبعا الجهاز بيدعم انك ممكن تشغل له او تحط له سيرفرات السي سي كام، لكن مش هتحتاجها لان انت عندك ما شاء الله سيرفرين قويين جدا وصوتيات وترجمه، جهاز بيدعم ترجمه احترافيه مميزه جدا، وانا جربتها بنفسي على الاقمار شغاله تحفه بسم الله ما شاء الله. وكمان الجهاز عندنا كمان الاوتوبيس، الاوتوبيس عندنا على الاقمار والفيدات حاليا الجهاز بيدعمها عن طريق سيرفر الفوريفر، لان احنا عارفين ان هو دايما بيدعم خاصية الاوتوبيس بالنسبة لجلب الشفرات بصورة مميزة جدا خصوصا على الاقمار الاجنبية والفيدات. طيب احنا كده عندنا قمر بسم الله ما شاء الله كامل متكامل، سوري جهاز ريسيفر كامل متكامل بالنسبة للشير وبالنسبة للاي بي. فاحنا عندنا هنا جهاز فابريكا بجد، فابريكا حقيقي، هو جهازنا النهاردة جهاز ستار نت فابريكا. طب لو شفنا شكل الجهاز، اولا انا ما شاء الله اعجبت جدا بالبوكس بتاع الجهاز، احنا مش شايفين كده بوكس بتاع ايفون مش بتاع جهاز ريسيفر بصراحة ربنا. طبعا لو جينا فتحناه الجهاز بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين كده، طبعا الكرتونة بتاعتنا هو واضح ان الجهاز كله ما شاء الله استيراد، حتى الكرتونة بتاعته البوكس بتاعه نفس الكلام. طبعا ده المعلم بتاعنا الجهاز، وقبل ما نطلع الجهاز بتاعنا هنوريكم على عجاله، انا مش هطول معاكم، البوكس بتاع الجهاز زي ما احنا شايفين كده حاجاته موجوده فيه، معاه 2 ريموت، واحد بلوتوث وواحد عادي، واحد شبيب ال ام وواحد بلوتوث، والبلوتوث بتاعه بصراحه ريموت تحفه وقوي وخامه مميز جدا وشكله شيك جدا. انا برضو ايه هفتح في السريع لاني مش عايز اطول عليكم، بس ما شاء الله القوايم بالنسبه للجهاز هتشوفوها واحنا وانا بتكلم. طبعا ده شكل الريموت من الظهر ومن الوش بسم الله ما شاء الله ريموت مميز جدا، وكمان عندنا الريموت الثاني ريموت ال ام الخاص بالجهاز، وكمان عندنا الادابتور ال 12 فولت بتاع الجهاز، ده ادابتور 12 فولت 1 امبير عشان نبقى عارفين، كل اجهزه الجي اكس 6605 بيجي معاها 1 امبير لان الهاردوير بتاع الجهاز برده بيبقى مش محتاج اكتر من كده، عايز تزود انت وتجيب له ادابتور 2 امبير هات زي الفل. طبعا معانا كمان عدسه رقميه، مع ان الجهاز فيه عدسه رقميه مدمجه داخل الجهاز، لكن كمان في عدسه رقميه بتجيلك مع الجهاز بتاعنا، وكمان في كيبل اتش دي ام اي الصغير حوالي 25 سنتي، وكمان في حجاره البطاريه الخاصه بالجهاز. كده يبقى احنا خلاص خلصنا البوكس بتاعنا، المكونات هسيبها لكم في صور طبعا هتيجي قدامكم وتظهر قدامكم. هاجي للمعلم بتاعنا الجهاز بتاعنا، جهازنا النهارده هو ستار نت فابريكا، ده جهاز ستار نت فابريكا الجديد. طبعا في عدسه مدمجه فيها العدسه ديجيتال رقميه في الجهاز، وفي عدسه بسلك كمان معاه، فما شاء الله شغل عالي قوي. طبعا الجهاز من تحت فيه فتحات تهويه كتير جدا، وانا شغلت الجهاز بسم الله ما شاء الله مفيش حراره، حراره ضعيفه جدا، يعني شغلته اكتر من 3 4 ساعات قدامي كنت لسه بتعرف عليه، ما شاء الله حاطط ايدي عليه مفيش حراره، تعتبر حراره هاديه جدا جدا، ودي ميزه ميزه بصراحه ربنا في الجهاز. طبعا في تهويه من اليمين ومن الشمال ومن الاسفل، والجهاز بسم الله ما شاء الله مداخله ومخارجه كلنا خلاص حفظنا المداخل والمخارج، واي حد حتى ستات البيوت بسم الله ما شاء الله بقى يوصلوا الريسيفر لوحدهم، ده سلك فتحه ال ان بي فتحه سلك الدش، وهنا في فتحه سنسور الاي ار الخاص بعدسه الرقميه الخارجيه اللي بسلك، وعندك كمان اليو اس بي الخاص بالجهاز، وكمان عندنا هنا فتحه التحديث الار اس 232 دي خاصه بالفنيين، فتحه الاتش دي ام اي الاوت بتاعتنا، وفتحه الاي في لو عايز تشغله على جهاز تلفزيون عادي بجاكيت الاوديو فيديو بيشتغل عن طريق وصله 2 في 1 او 3 في 1، وبعد كده عندنا وصله الباور ال 12 فولت، دي مداخل الجهاز، وفي نفس الوقت ده شكل الجهاز، طبعا دي مش بنحبها، طبعا الجهاز واخد العلامه التجاريه الستار نت، وفي عندنا هنا 3 زراير بريس موجودين في الواجهه للتقليب وللباور الفتح والقفل وللتقليب عندنا القنوات. طبعا الجهاز بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا، وجهاز انا بشوفه من الاجهزه الواعده، جهاز محترم جدا سريع جدا، ودي ميزه فيه بصراحه سرعه عاليه جدا بالنسبه للاداء، وزي ما احنا شايفين طبعا في الصور الدنيا فيه بسم الله ما شاء الله قايمه، تحس ان انت فاتح تي في بوكس اندرويد القايمه بتاعته. وطبعا الجهاز زي ما قلنا بيدعم صوتيات الفوريفر النوفا، الفوريفر لمده سنه، النوفا مدى الحياه مفتوح، والجوسات برضو سيرفرات صوتيات الجوسات مفتوحه المده، عندك الترجمه كمان ترجمه الجوسات وترجمه الفوريفر موجوده على الجهاز مع الجلب الشفرات البيس التلقائي الخاصه بالفوريفر، كل ده موجود في جهازنا النهارده، جهاز
مميز جدا، جهاز ستار نت فابريكا الجديد. الجهاز يا جماعه بنشوف ما شاء الله مميزات جميله جدا. اولا الواجهه بتاعته واجهه راقيه جدا، امكانياتها ما شاء الله حدث ولا حرج. زي ما احنا شايفين في الصوره دلوقتي تقدر توصل لاي سيرفر انت عايزه، وعندنا كمان بالنسبه للوصول للانستليشن التركيبات، وبالنسبه لل قوائم الجهاز كله قدامك بره، وبتخش من عن طريق الابس او التطبيقات بتخش تلاقي كل سيرفرات الاي بي قدامك موجوده. وهنعمل ان شاء الله شرح كامل ازاي نقدر ان احنا نشتغل على التفعيلات الخاصه بالجهاز بصوت وصوره ان شاء الله رب العالمين. الجهاز بسم الله ما شاء الله كدعم فني دعم مميز جدا ودعم معروف من شركه ستار نت، مع كمان ضمان سنة. انت اول ما بتفتح الجهاز وتوصل للانترنت بيجي لك رسالة، انت الان لديك سنة كاملة من تاريخ اليوم ضمان كامل، بيجي لك كده رسالة، والرسالة في الصورة زي ما احنا شايفين دلوقتي. الرسالة دي بتجي لك، دي بتقول لك انت عندك 12 شهر ضمان شامل او ضمان كامل بضمان شركة ستارنت. طبعا الجهاز زي ما قلنا عليه سيرفر اكس لمده سنه، سيرفر بالانس لمده سنه، سيرفر ابولو لمده سنه، وسيرفر نوفا لمده 24 شهر. طبعا عندنا دعم الاي بي تي في وتقسيمات الخاصه بالاكستريم اللايف والمسلسلات والافلام. وكمان الجهاز بتاعنا يا جماعه بيدعم، الجهاز بتاعنا يا جماعه بيدعم اكواد الفي اي بي. لو عايز تقدر ان انت تشغل بنفسجيه على القنوات البنفسجيه على النايل سات عن طريق اكواد الفي اي بي، الجهاز بيدعم طبعا وبسهوله تامه. موجود الاكواد بتاعته وبيقبل اي اكواد بالنسبه لتشغيل القنوات البنفسجيه على النايل سات. عندنا جهاز بسم الله ما شاء الله شكل مميز جدا، حاجه اوروبي، حاجه عاليه الاداء، انا شايفه جهاز من الاجهزه الواعده بصراحه. كماتيريال الخامات بتاعت الجهاز خامه مميزه جدا. شكل التقفيل والفينش بتاع الجهاز، لا فينش عالي عالي عالي، يعني فينش بيتفوق على اجهزه الاندرويد نفسها، انا بقول كده بصراحه. وفي نفس الوقت سرعه الاداء، سرعه الشيرنج، فتح القنوات، كل ده ما شاء الله الجهاز بيعمله بصوره تلقائيه جدا وبصوره مميزه جدا، مع دعم كامل للترجمه، دعم كامل للصوتيات، ثلاث مصادر صوتيه اساسيه مضمونه معاك، منهم منصتين مفتوحين المده، خلصت السيرفرات الصوتيات شغاله، نزلت سي سي كام بعد السيرفرات ما تخلص عندك صوتياتك شغاله، ودعم كامل من شركه ستار نت كدعم فني متكامل مع مقتني الجهاز. انا بشوفه من الاجهزه الواعده في السوق المصري بصراحه، وجهاز محترم جدا جدا. جهازنا النهارده هو ستار نت فابريكا، الفابريكا الجديد، جهاز محترم جدا. انا بس هقول في الاخر سعر الجهاز حاليا في السوق المصري 1400 جنيه، علشان الناس اللي بتقعد تسال في التعليقات دايما بكام 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 بكام. انا رديت على واحد، التاني يقول لي انت ما بتقولش ليه السعر، هو سر حربي. لا يا حبيبي مش سر حربي، بالمره بالمره احنا الحمد لله واضحين جدا مع اي عميل ان شاء الله رب العالمين. معاك دعم فني شامل، معاك ضمان لمده سنه، معاك سيرفرات ما شاء الله صف اول، اغلبها وكلها يعتبر سيرفرات صف اول، بدعم خاص كمان من شركه ستار نت. شكرا جزيلا لحضراتكم، تابعونا ان شاء الله مع التوربيني، مع جهازنا التوين 3000 ان شاء الله. ان شاء الله هو الفيديو القادم باذن الله، وبنحذر طبعا عن التاخير بالنسبه للتوين 3000. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحه وبعافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.